أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله في كل مكان. تحياتي لكم. اليوم هذا الفيديو عبارة عن جولة في اسطنبول التي اعشق. اليوم حتشوفوا وين كانت بداياتي في اسطنبول. هذا الحكي بيعود لشي 5-6 سنين. راح تشوفوا الاماكن، حتشوفوا الجمال، حتشوفوا الروح تبعت هالمدينة. هي ليش دائما بتسحرني، ليش بسافر كتير وبرجع لها. راح تشوفوا اليوم جولة في اسطنبول التي احب. اتمنى انه تكون مثل ما بدكم وتشوفوها وتستمتعوا فيها وتعرفوا الاماكن اللي بحبها، وإن شاء الله تكون ماشي على مزاجكم كمان. وأكيد أي حدا بده معلومات عن اسطنبول نحن عم نحكي هون، سواء معلومات سياحية، فيديوهاتي كلها حتلاقوها وين؟ في بطل السفر، عندهم حتى رحلات سياحية، سبنجا، بورصة، يلوى، وهدول الجماعة أنا مجربهم سواء بأنطاليا أو حتى باسطنبول، وما شاء الله كمان بتايلاند. فلوين؟ خلينا نروح هلأ على اسطنبول العشق وأحلى عالم وأحلى ذكريات، ويلا. من هون يا جماعة بلشت رحلتي تقريبا، بقدر أقول تركيا. هذا المكان هو يعتبر أول مكان أنا بدأت فيه التصوير في هون في تركيا، وكانت هي بداية الرحلة امتدت على سنوات طويلة. وطبعا كنت يمكن من أول فيديوهات كنت قاعد وحدة على الأماكن هاي، واشتريت سميد وشاي واستمتعت بالمنظر الموجود، وهذا الشيء اللي حساويه هلأ فعليا. هاي أخذت السميد من هاي العربية، هلأ حقه 25 ليرة بالجبنة. طبعا بتذكر كان حقه وقت ما اشتريته كان ليرتين أو 3 ليرات هذاك الوقت، وهي الصورة نفسها. هلأ حروح اشتري شاي. نعيش الوضع تماما. الشاي ما بتلاقوه هون عند العربيات، بتروحوا على المكان اللي هو اللي على الزاويه هنيك ببيع شاي. دائما هذا المكان اللي جنب المترو او جنب الترام هو اللي ببيع الشاي دائما. هاي محل هلا هون بتدخل لجوا، هلا صار في عبارات يعني مداخل خاصه عشان موضوع تنظيم الوقت، تنظيم الزحمه هون. هاي هون المنطقه القديمه التي لا تمل ابدا. هاي هذا الشارع او هذا الشارع موازي لمسجد السلطان احمد، مسجد الازرق. هذا هون السبيل، ماء السبيل، وهذيك هنيك لقدام بتكون المسلات الفرعونيه الموجوده. يعني الشعور صراحه جميل، وفي هيك شعور مميز صراحه، لانه انت عم تتذكر أيام. نحن عم نحكي عن شيء صار له 5 ولا 6 سنين. شلون لسه لحد الآن هذا المكان مثل ما هو، محافظ على حاله، محافظين عليه الناس، ولكن العمر تغير وصار عندك هذا النوع من الخبرة مختلفة شوي، تشوف الحياة بشكل مختلف. فالشعور بحد ذاته صراحة مختلف، فيه هيك جزء من الحنين شلون لأيام زمان، وخاصة فرق الأسعار، فرق اللي بقدر أقول لهون صار هلا في تنظيم أكتر نسبيا. ولكن هاي الناس هون عم تشغل ميوزك الصوفي. هلا رح نروح أقعد. ونستمتع بالفيو. هذا هو الآن المطلوب. شوفوا هذا هون الأطلالة.
هذا هون آيا صوفيا. طبعا الفرق يمكن بس انه هون آيا صوفيا هلا صار جامع، رجعوا لسيرته الاولى وهي الجامع. انا اول ما جيت صورت هون باسطنبول كان عبارة عن متحف. طبعا هون هلا انتم شايفين بلشت الناس تزدحم، ولكن عشان نعيش اللحظات مرة تانية بدي اروح اخي اشتريت الشاي واقعد هيك امام النافورة اول ما تشتغل كمان تستمتع بنسمات الصباح في هذا المكان الرائع الجميل الساحر المبهر. اول ما الدنيا تزحم وهيك بقدر اقول الصباح صار مع السميد مع كاسة الشاي وعلى نفس الإطلالة. الشعور غريب يا جماعة، والله الشعور جميل وغريب تكون هذا المكان تتذكر بالضبط شو كنت تعمل أول مرة جيت وأول مرة بلشت الموضوع. ترى شعور ميكس بين حنين لشغلات أيام وشغلة إنه أنت مبسوط عليها وفرحان فيها وخاصة عم تشوف نفس المنظر. هذا المنظر كان أي هون الصورة بالذات تقريبا. شوفوا شوفوا سميت وعندك هيك جوا سو يعني إذا أنا حتى بديت قلت أحكيكم عشان كنا عم نقارن بين الماضي والحاضر. يعني أنت بس إذا جيت حكيت عن موضوع الأسعار مثلا، يعني على هذا الشيء البسيط اللي هو السميت والشاي بتذكر كان حوالي تكلفتهم اثنيناتهم حوالي الدولار تقريبا، شيء 4 ليرات 5 ليرات، بينما هلا يعني حوالي ال 40 ليرة ما يعادل تقريبا دولار ونص. وهذا شيء صراحة لو شفته بتطبق تقريبا على تقريبا على معظم الشغلات التركية. يعني مقارنة من هون لست سنين قبل الماضية القيمة مو بس بالدولار أو فرق سعر صرف الدولار هو اللي فرق، كمان في تضخم حوالي 40-50% حقيقي صارت. ولكن بتضل يعني صراحة الذكريات جميلة بهذا المكان، ومثل ما شفتوا شلون هيك طلعت علي الأشجان وهالشغلات هي كلها. لهيك هذا الفيديو مو بس بلشنا هون، أنا بدي أعملكم جولة بالإسطنبول اللي أعشقها أنا، أنا اللي بحبها، أنا اللي فيها هيك بحس فيها بروح جميلة، هي اسطنبول القديمة اللي هي الناس تشوفها اسطنبول السياحية. ولكن انت بتبلش من السلطان احمد ولا من ايا صوفيا، ولكن بتنزل بقى وبتروح على الحواري المخفية الجميلة اللي بتعطيك الشعور تبع اهل اسطنبول ايام زمان. واحد من الشغلات الجميلة اللي تعملها هون باسطنبول فان تدعو الى الفخر، تيجي تصلي صلاة الجمعة هون بمسجد ايا صوفيا، حتشوفوا انه الموضوع حتحسوا فيه بشكل مختلف شوي، لانه حتشوفوا كمية ناس عم بتشاهد من الناس الغير مسلمين، عم بتشوفوا الناس عم بتطبق عباداتهم بشكل مباشر ولايف، وفي واحد من اكثر الاماكن السياحية على مستوى العالم. شوف شلون هاي الناس كلها هون قاعدة بتطلع شلون الناس عم بتصلي. طبعا هذا جامع آيا صوفيا، هلا كمان بلشوا في عمليات بتقدر اقول التجديد، ولكن بتشوفوا هون شلون الناس عم تصلي صلاة الجمعة. شوفوا شلون الأجانب عم يطلعوا على الموضوع من ناحيتهم بشكل مختلف شوي. يعني صراحة شعور جميل إنه الناس عم تتعرف على ثقافتك وعم بتصور وعم تسأل وعم تعمل. هاي هون عندك النافورة والمسجد، حتى هون كمان في قسم خاص للنساء موجود لو شفتوه هون. وهي هون في الشارع العثمانية. الشيء المميز هون انه الجامع بيعمل خطبة، اول شيء بيبدأ بالعربي بعدين تركي بعدين حتى بيحكي بالانجليزي كمان. انترستنج، شغلة ما كنت بعرفها ابدا. رهيب. هاي بقى هون الجموع بعد ما خلصت صلاة. انتوا شايفين شلون؟
هاي هون شايفين، بس في شغلة هون عند هذا السميك موجودة كاتبة بالعربي، بس الوحيدين العرب اللي بيدفعوا للمحتاجين. يمكن دفع ثمن كعكة سميد انه علقها للمحتاجين. يوجد سميد مجاني للمحتاجين. والله هذا شيء مفتخر فيه صراحة، انه مو كاتبة بأي لغة ثانية، معناته ما في حدا بيعمل هذا الشيء غير نحن العرب. يعني صراحة وهي وين موجودة؟ هون بجانب سميد جانب سميد سميد وين؟ جانب مسجد آيا صوفيا، بأكثر مكان سياحي وين؟ في اسطنبول كلها. بس مكتوب بالعربي. ليش؟ مثل ما شايفين هون يوم الجمعة دائما بتكون منطقة هي زحمة جدا. سياح وأتراك. من أجل صلاة الجمعة بنفس الوقت، لأنه بداية كمان بيكون إجازة الأسبوع. واليوم الأجواء هون في الشارية بشكل كتير كبير. بعد صلاة الجمعة طبعاً ببدأ الناس اللي بيزوروا المسجد كلهم هلأ لهون واصل الدور. هون لوين؟ شايفين هيك؟ يكمل هذاك الصف كله. لا هناك تقريباً تمس تشوفوا لوين الناس واقفة. فبدك تزور آيا صوفيا لا تجي بعد صلاة الجمعة. ولكن مثل ما شايفين أجواء صراحة رهيبة، رهيبة جدا، مليئة بالناس، بالحياة، بالطاقة، بالإيمانيات. وهون كمان والله في هون ما شايفين ما شاء الله أمم أمم أمم، شيء عجيب، شيء غريب، شيء جميل، شيء رائع. هاي هي أجواء اسطنبول التي أعشق. لا إله شوف الحلاوة. والله بعد ما خلصنا من هون وعشت الأجواء الجميلة، هلا بدي أخذكم على منطقة تقريبا صايرة مو منطقة سياحية ولكن منطقة قديمة بنفس الوقت، هي سياحة كثير. هلا حنشوفها. طبعا أنا غطيت كثير الناحية اللي تحت، اللي ناحية سيركجي وأمنيون وهالشغلات هي كلها. هلا لا بدي أطلع من الناحية الثانية ونطلع لفوق. طبعا هلا هون في واحد مشهور كتير للكفتة، صراحة جربته بس ما صورت عنده، دلوني عليه وجربته فعلا وطعمه طيب. هلا في اثنين، هذا سلطان أحمد كفتجي، وهذا اللي هو المشهور أكثر والأصلي اللي هو هذا اسمه سلطان أحمد كفتجي، نفس الشيء ولكن هذا مكتوب من 1920 عليه عشان تكونوا عارفينه. السعر تبعه ما بدي أقول غالي ولكن ما له رخيص، يعني عم تحكي عن حوالي حتكلفك بين هاي هون. الأسعار موجودة بشكل واضح،
180 ليرة. أنا جربت هاي صراحة وطيبة، طعمة الكفتة عندهم طيبة صراحة. وعندك بعدين بقى الشوربة ب40، يعني تقريبا بكلفك بين سلطة وبين شغلات بكلفك حوالي 250 ل300 ليرة. نحن عم نحكي عن 10 دولار 12 دولار، سعر يعتبر شوي غالي، ولكن في شغلة مهمة هون، نو كريدت كارد. مثل ما شايفين هذا شو ما شاء الله الدنيا زحمة هون، ف بيستاهل صراحة إذا الناس بدها تجرب هيك شيء تقليدي وبطعم طيب، هذا هو المحل. طبعا هذا ما له إعلان. كملنا لفوق عند ترام سلطان أحمد، لسه بدنا نروح شوي لقدام، ولكن مثل ما شايفين ما شاء الله، مع انه بسبتمبر هاد الدنيا، انا صراحة هذا افضل وقت تزور في اسطنبول، بس لانه اليوم جمعة وخزات العين يعني ما شاء الله امم ما بتوقف خزات العين ما شاء الله. طبعا المنطقة هاي اللي حوريكم اياها وحدة يمكن صورتها فيديو قبل، بس منطقة ما كتير بيعرفوها كتير خاصة السياح العرب، مع انه فيها شخص الله يرحمه كتير عزيز علينا، السلطان عبد الحميد اللي هو السلطان العثماني المعروف. هون دفن السلطان عبد الحميد ودفن السلطان عبد العزيز وسلطان محمد الثاني. هذا هون المقبرة، بتدخل لجوا بتسلم عليهم. طبعا مكانه بالضبط مقابل برجر كينج. برجر كينج يعني هون بتدخل بتسلم، لانه وهذا هون نحن الشارع اللي جينا منه، هاي محطه السلطان احمد، بتمشي لمشي 10 دقائق بتصير عند برجر كينج اللي هو هون، بتجي اذا بدك تزور السلطان عبد الحميد. ولسه نحن مكملين بقى للنقطه المهمه. طبعا اكيد لقدام شوي في عندك الجراند بازار وهالشغلات هي كلها، وهي انا يعني كمان دخلوا على الفيديوهات الثانيه بتشوفوا مفصله، ولكن اليوم حابب استكشف مكان هيك قالوا لي يعيش فيه، يعني لسه لحد الان بنمط اسطنبول القديم نسبيا، ولكن لسه لحد الان نروح نستكشفه سوا. وهذا هلا هون المكان المفاجاه حورجيكم اياه، من برا شكله جامع بس من جوا هتشوفوه هلا. هي هون صارت محطه بايزيد تبعت الترام، وهون عندك حافظ مصطفى. تدخل لجوا بتلاقي كمية قهاوي شيء فاخر على الآخر. شوفوا هون بقى لعشاق الشيشة، هذا المكان على النمط التركي القديم، بتيجي هون وبتعيش أجواء الشيشة حتى الثمالة، ولسه هذا بالمساء بصير يعني أكتر وأكتر. هي عبارة عن يعني غرزة حقيقية. فأي حدا بده يشيش هون المكان المزبوط. يا عيني ويا ليلي والله، بس هلا يعني في هوا، لو ما في هوا الله وكيلكم. غرزة نظامي. هون هاي محطة المترو الترام اللي اسمها تشمبرليتاش، تشمبرليتاش ستاسيون. وطبعا هون هذا معروف كمان كتير اسمه قسطنطين، حجر قسطنطين. هون بقى حندخل لجوا، طبعا بامكانك تدخل الجراند بازار من هون كمان، ولكن انا ممكن انهي جولتي فيه صراحة لانه بعرفه كتير و يعني سياحي اكثر من انه اي شيء ثاني. خلينا نكملها. هاي بلشنا بقى نفس اجواء اسطنبول التي نعشق ونحب، ولكن المنطقه هي انا بالنسبه لي ما كنت استكشفتها قبل بشكل قوي، لان هون كمان في مسجد مشهور هذا وريتكم اياه قبل شوي اسمه نور سومانيه،
تقريبا. وهون بقى كمان مشهد يعني هذا المسجد يعتبر مميز، ولكن المنطقة اللي حواليه كمان منطقة مميزة شوي. مثل ما شايفين هون هلا حورجيكم مثل صاير مثل شارع فاخر تماما. هذا هون الجامع تدخل عليه بشكل مباشر، ولكن كمان من الناحية الثانية عندك هذا الشارع صاير هيك بقدر أقول شارع هيك مودرن في اسطنبول القديمة. يعني شوفوا شلون النمط تبعه، وبتلاقي بقى المحلات المرتبة، المحلات تبعات الذهب، الشغلات هي كلها، وبتحسها فيه هيك أريحية شوي لأنه الشارع عريض يعني. يعني بتحسه مثل شارع الاستقلال تبع اسطنبول القديمة. هاي منطقة أنا ما كنت ما جيت إلا قبل صراحة، فقلت خليني أشاركها معكم لأنه جميلة. يعني شوفوا شلون الأشجار شلون موجودة. وعبارة عن محلات وبنوك، يعني شارع الاستقلال بنكهة بقدر أقول أصيلة أكتر. كافيهات مطاعم كله موجود، حتى في أوتيلات هون كتير. فظريف يعني، حلو هيك للتمشاية، حلو للخروج عن المألوف بقدر أقول. طبعا السياح ما شاء الله. هذا الشارع بيضل يكمل للأخير، ولكن أنا عندي فضول أدخل على الأزقة بعد أقول عنها الأزقة الجانبية أشوف كيف الوضع. هون بقى بلشنا على محلات الملابس. هدول ثلاث ارباعهم بيبيعوا على فكرة جملة وما جملة وقصص وحكاوي. شايفين الفرق؟ يعني ما مشوت دقيقتين نقلت من محل سياحي إلى محل هلا تجاري تماما، وبيع وشراء وما بعرف شو، وشو بدك ملابس شو بدك قصص. ولك أنيش أن تحكم وتتخيل وترى كيف إنه هالمدينة جميلة جدا. وفعلاً هلا وصلنا لمنطقة بتحس حالك إسطنبول، ولكن بقدر أقول قلب إسطنبول، مو قلب سياحي ولا تجاري. هيك تحس حالك الحارات ضيقة والوضع بيس. محل ما نزلنا تماماً تنزل لهون بتشوف بقى هون حسيت حالي بسوريا تماماً. سليمانية ولا العزيزية؟ يعني والله عجيب غريب وشي جميل جدا. لو حتى جينا هيك وقلنا بدل ما ننزل نزله دخلنا بقى. هذا الاخ قال تاريخي من ما بعرف من ايمت، بس مسمي حاله هيك. بس والله يعني الظاهر الناس تاكل عنده. المهم خلينا ننزل على لتحت أكثر. شوفوا مع أنه يعني هذا عن مكان السياحي تقريبا عندك حوالي فقط 5 دقائق مشي، ولكن أنتم شايفين يمكن في هدوء غريب وفي هيك رواء، وبنفس الوقت ما في كتير سياح أبدا. يعني شيء غريب أنا. هذا اسمه محمود باشا جامي. فعلا هون الشعور مختلف تماما.
اليوم بقى كل الأتراك تطلع من هون بقى بتدخل على الشغلة السياحية. والله عجيب غريب، تحسه كأنه هون هاي البوابة بتمنع السياح ما بيجوا عليها. بدي استكشف شوي هلا اشوف. استنوا، يعني هذا هون الجامع، خلينا بظهرنا وطلعنا وكملنا لتحت. طبعا هاي المنطقة، هاي المنطقة القديمة كلها كمية اسواق، شيء مش طبيعي في هالبلد. ما بعرف يعني اهل اسطنبول ايام زمان كانوا قاضينا بس تجارة، مش طبيعي ما شاء الله. خزات العين مش طبيعي. هون بقى ممكن وصلك لتحت على الجراند بازار، هون بتكمل بقى. ولكن شيء جميل تيجي تشوف، هي شكله هون كله اللانجري موجود، كله لانجري نسائي هون ورجالي ملابس داخلية. أنا صراحة ما لعفان بالضبط أنا وين، ولكن استخدمت خرائط جوجل. في هون شغلة بس عشان تعرفوا نحن وين بالضبط، هي هذا اسمه تي سي اسطنبول فيليجي، شغلة هيك حكومية هون، تي جي أكيد. ولهون بقى رجعنا بيكون ل بس هون في سياح. نعم في سياح هون. يعني معدل الوجبات صاير بحوالي 150-200 ليرة. هاي هون الدونير البورسيون ب 160 اللي هو صحن الشاورما. مثلا عندك عشان نعطيكم تافوك شيش 115، يعني عم تحكي عن حوالي 4-6 دولار تقريبا. هذا هو على فكرة الشارع المرتب اللي كنا فيه من الطرف الثاني. نحن لفينا لفة جحا ورجعنا هلا. الشيء الملاحظ بالمنطقة هي انه فيها وسعية كبيرة مقارنة بالاماكن الثانية. فمثل ما شايفين شكلها مبنية بشكل جديد او مطورينها بشكل جديد، لانه حتى نوعية المحلات الموجودة بادلوا عنا محلات مرتبة. يعني وهيك بقى بنكمل للاخير، بننزل لوين؟ عند مكان دفن السلطان محمود خان اللي هو سلطان عبد الحميد، محل ما وريتكم اياه في بداية الفيديو. وهيك بقى بيكون وين وصلنا. ولا لكم خلوكم معي نروح اشوف لي مكان طيب كمان ناكل قبل ما نختم هاي الجولة في اسطنبول التي احب. هاي هي اسطنبول، هاي هي روح اسطنبول الجميلة، هاي هي العشق تماما. هلأ رجعنا بقى على السلطان احمد، بس بدي اورجيكم اخر شيء الحواري الخلفية لمنطقة السلطان احمد، انه كتير جميلة وفيها فنادق الناس بتقعد فيها، ولكن بشكل عام بعيدة شوي عن الشارع وبالتالي جوه مختلف. هون يا جماعة انا بتذكر اخذت واحد من اول صوري وصولي لهون على اسطنبول في اوائل ايام ما بلشت تقريبا في عمل الفيديوهات عن تركيا. هذا المكان بالتحديد او هون. والله ذكريات جميلة، ذكريات جميلة. Enjoy our music.
Thank you for listening to me. هاي بعد ما صورناكم شوي أجواء من الموسيقى العثمانية، هلا رايحين على نقدر نقول الشوارع الخلفية هون في هاي هون المسلات الفرعونية. هذا مسجد السلطان أحمد أكيد الأزرق. ما شاء الله كمان زحمة في الزيارة. لا تنسوا يوم جمعة، يوم الجمعة دائما بيكون زحمات. هاي هون محل ما نحن خلصنا من عندك المسلات الفرعونية، بتكمل هيك تدخل هون بقى على الأزقة الخلفية. شوفوا له هون عامليكم مثل حي بلاط المشهور، هون عاملين منه نسخة مصغرة. نكمل هيك هلا كمان على الأزقة الخلفية اللي هي كمان فيها روح جميلة على فكرة، وروح قديمة. وعلى الرغم كل هالتطور لسه محافظة على نفس الأمور مثل ما هي. لو جيت هون كملت طبعا هالمنطقة هي على قد ما هي بتشوفها أنت هيك رائقة، بس ترى فيها كتير مطاعم، فيها كتير كافيهات، وفيها كتير فنادق. يعني الناس اللي بتقعد هون بمنطقة السلطان أحمد بيكونوا كتير قعدوا بهيك مناطق، لأنه مثل ما شايفين هلأ هذا الشارع كله موجود عندك هون، كلها محلات ومطاعم كافيهات. وعندك ترى بالآخر لو أنت بتكمل شوف هون، بس هو مشهور بدك تمشي تقريبا شغلة ثلث ساعة لنص ساعة، في عندك البحر موجود شايفينه. هاي المنطقة هي تعتبر منطقة كمان سياحية، هون معظم الفنادق تبعت منطقة السلطان أحمد. بدكم أكيد تشوفوا الفنادق عن طريق بطل السفر، عندهم قائمة بأفضل الفنادق وبأماكن. ولكن هذا الشارع كمان حتى بالليل بيصير بقى فيه أنوار وبيزبطوكم عن أجواء لطيفة جميلة. وهذا هو هون الأرستا بازار اللي وريتكم إياه امبارح بالليل. شوفوا هاي كلها هون صايرة المنطقة القديمة. هاي هون الناحية الخلفية مباشرة ورا مسجد آيا صوفيا، سموه أصلا كوتشوك آيا صوفيا. هاي عشان بس تكونوا على هيك على بينة، لأنه في كمان كم نشاط خليكم تشوفوه كمان بالمساء، حيث أنه الناس تحسب أنه هون الحياة بالليل تنتهي، ولكن لا، في كتير شغلات ما شايفين، مطاعم، كافيهات، حتى في كمان بارات هالقصص. ولكن هون طبعا الاسعار سياحيه، انت عم تحكي عن اقل $15 لل $25 $30 بالنسبه للوجبات. هاي هون مثلا الافطار ب 10 يورو. هاي هون كمان في بارات، يعني عملوا للمكان هذا. المكان ترى بالليل بصير فيه اكشن، يعني شوي فيه حركه. طبعا في روف توب فوق، كله مليون هدول اماكن روف توبات. بس دائما هون اسالوا عن الاسعار قبل ما تقعدوا عشان تكونوا بالصوره. هاي الادنى كباب ب 360 ليره، ما يعادل تقريبا عم نحكي عن $13 to $15. يعني شوفوا له هالفيو هاي بالليل شلون بتكمل. بتخلي آيا صوفيا ايدك اليسار بتلاقي هذا الكافيه اسمه درفيش. هذا هون مو بس مكان، هون محل مدينة مباشرة. بتلف هيك يعني تكون ايدك المسجد البلو موسك او مسجد السلطان احمد ايدك اليمين، بتنزل هالنزلة هاي بتلاقي هذا هون اسمه أرستا بازار. طبعا كله موجود على جوجل مابس، يعني اكتب أرستا بازار بتلاقي هون هذا الكافيه اسمه مشالا. هذا على فكرة واحد من الأماكن موجودة كمان على بطل السفر، بتعرف عنه قائمة الـ VIP، في أكثر من 35 مكان تقريبا. هذا واحد منهم. شوفوا
الوحده ب 130 ليره، الشاي ب 20، البكلاوه ب 230، تشيز كيك ب 200 ليره اسعار سياحيه، الفطور 650 ليره. الوجبات الاكل حوالي 370 ليره، 15 دولار تقريبا. هذا هو الأراستا بازار، هو صار مثل هيك كمان بازار ولكن مفتوح، ما له مغلق السقف مثل اللي هو الجراند بازار او السوق المصري. مثل ما شايفين هو في نفس البضاعة نفس كل شيء. اللهم هون بقى صاير بقدر اقول ما في زحمة كتير، اهدى لانه صاير مثل ما شايفين الدنيا اروى وما معروف كتير من السياح. ولكن حسب ما انا شايف صراحة شايف انه الجودة هون منتجات عالية وبالتالي الاسعار غالية، ولكن منطقة سياحية واكيد بامكانكم تساوموا. وطبعا هون لا تخافوا ابدا، هون بيحكوا انجليزي وبعضهم بيحكي عربي واكيد فرنسي، يعني هون بتعرفوا الاتراك بس يشوفوا موضوع السياحة وفيه دخل بيحكوا كل اللغات، فالمنطقة هاي ما فيها ابدا خوف من ناحية اللغات ابدا. طبعا من الشغلات المعروفة هون بالجراند بازار او حتى الايجيبشن بازار انه بسكر بكير، يعني الساعة 6 7 المساء بيكون الدنيا كلها مسكرة، بينما الاراستا بازار هاد بيضل فاتح للساعة تقريبا 11، وبالتالي على الاقل تجي تتمشى اذا انت مثلا شايف، خاصة اذا انت كنت بالمنطقة وما في شيء تعمله، هذا المكان يعتبر مكان مناسب لانه بيضل فاتح لوقت متأخر. طبعا من الشغلات المميزة بهالمنطقة ما دام انت قاعد هون بالسلطان احمد انت حتسمع اذانين كانه كل واحد عم بيرد على الثاني، يعني انت عندك السلطان احمد وعندك ايا صوفيا، اثنيناتهم بيأذنوا بنفس الوقت ولكن بيناتهم ثواني يصير فروقات بمجلس الصدى كانه كل واحد عم بيرد على الثاني، وهي شغله كثير ممتعه هون.